نعم، وآخر خيار من خيارات الشاشة هو طي خيارات الشاشة هكذا. درسنا الآن عن خيارات الحساب الذي استخدمته لتسجيل الدخول هو حساب الأدمن، ولتسجيل الخروج أستطيع الخروج من هنا أو أدخل إلى تحرير ملفي الشخصي. عفوا، الأعضاء الذين يسجلون عضويات لهم من خلال الواجهة الرئيسية، التسجيل في الموقع. تستطيع كأدمن استعراض هذه العضويات هنا وإدارة الأعضاء الجدد، أو أن تقوم بنفسك بإضافة عضو جديد. ربما تفكر بإنشاء حساب لك خاص جديد غير الحساب الرئيسي، لتكتب بواسطته مقالات، أو أن تستخدم نفس هذا الحساب. إذا استخدمت نفس هذا الحساب فيجب يستحسن في هذه الحال أن تدخل على خيارات الحساب، وستجد هذه الخيارات الفرعية ومنها الاسم المستعار. هل تريد أن تظهر مقالاتك مذيلة باسم الكاتب، والكاتب هو أدمن كذا بالإنجليزية؟ بالتأكيد لا تفضل هذا. ربما تكتب مثلا المشرف، رئيس التحرير، هذا فيما لو كانت مجلة. أما في ما نحن بصدده، الإدارة الإلكترونية، فأنت تستطيع مثلا كتابة اسم مسؤول الشعبة الفلانية كذا كذا، والاسم الذي تختاره سيكون لك اسمان. هذا الاسم غير لا يمكن تعديله كما هو ظاهر الآن محمي، والاسم الآخر الذي يمكن تعديله هو الاسم المستعار. فعند وجود اسمين اثنين تستطيع في كل مدة وكل فترة اختيار الاسم الذي يظهر في ذيل المقالات. هذا بالنسبة للاسم فيما يتعلق بالاسم. من هنا تستطيع تغيير البريد الإلكتروني، وإذا كان لديك موقع إلكتروني غير هذا وتريد من قراء هذا الموقع زيارة موقعك الآخر، تستطيع ضبط اسم الموقع هنا ليظهر مع اسمك وتفاصيل أخرى مثل النبذة. بالنسبة لصورة الحساب، الورد بريس بشكل افتراضي لا تتيح تغيير الحساب. يمكن عمل إضافة هذه الإمكانية لاحقا، إمكانية تغيير صورة الحساب من خلال إضافة برمجية بلاجن نضيفها لاحقا. تغيير كلمة المرور، وإذا كنت قد دخلت بهذا اليوزر إلى هذا الأكاونت من خلال حاسبة أخرى وتريد تسجيل الدخول في تلك، تسجيل الخروج في الحاسبة الأخرى من هذا المكان، فهذا هو الخيار. وأي تغيير فيما ذكرنا عليه يحتاج إلى الضغط على هذا الزر تحديث الملف الشخصي. نعود للخيارات التي هنا في الأعلى. الخيار هنا إظهار أو إخفاء شريط الأدوات في واجهة الموقع. هذا الخيار لا يظهر إلا إذا كنت قد سجلت الدخول إلى لوحة التحكم. أنا شخصيا أفضل إخفاء هذا، والأمر متروك لك. نزيل الإشارة من مربع الخيار إظهار شريط الأدوات. نحفظ نحدث الملف الشخصي، ونعود لزيارة هذه الصفحة مرة أخرى، ويختفي هذا شريط الأدوات هذا. كذلك اللون الافتراضي الذي تريده للوحة التحكم. مسألة ذوقية بسيطة، والألوان ليست مختلفة كثيرا.
ألوان أساسية. هذا فيما يتعلق بخيارات الحساب. نعم، نجرب الآن تسجيل الخروج، وهذه شاشة تسجيل الدخول مرة أخرى. ماذا لو أغلقت هذه الشاشة وأنت هنا وتريد تسجيل الدخول إلى لوحة التحكم؟ سيكون ذلك من خلال كتابة هذه الكلمتين Word Press WP وخط قصير داش أدمن هكذا، وتظهر شاشة تسجيل الدخول مرة أخرى هكذا، هذه الكلمتين. وبالمناسبة توجد إضافة خاصة تستطيع يعني إضافتها إلى لوحة التحكم، تتيح لك تغيير هاتين الكلمتين يعني كإجراء حماية إضافي. نفرض أنه غيرت هذه الكلمة إلى مثلا لوجين على سبيل المثال، أو أي كلمة أخرى، فلن يعود بالإمكان بعد ذلك يعني بعد تنصيب هذه الإضافة استخدام هذين الرمزين أو هذه الكلمة، نعتبرها كلمة واحدة. لن يعود بالإمكان استخدام هذه لتسجيل الدخول، وهذا كما قلنا مستوى يعني لطيف من الحماية وجميل، وهي إضافة سوف نجربها إن شاء الله في مجموعة الإضافات المفيدة. والسلام عليكم ورحمة الله.